ميديوم، لأنه الغنية حتنزل حتنزل. إذا الخسارة مادية ما بتعمل غضب كتير عندي، خسارة معنوية اللي بتعمل غضب. Very high. Disappointing بتصير قدام الناس وقدام نفسك وقدام جمهور جاي ناطر، لأنه الجمهور لما بيجي بده يحضرها بيجي عامل كل مجهود. البنت بتبقى لابسة ثياب جديدة، راح عامل كوافير، الشاب موعد حبيبته هونيك، فبيكون الواحد عامل بروجرام. فعن جد مزعج كتير هيدي لما بتصير. Very low. I don't care. I don't even try to show them that I heard. Very, very high. عن جد صرنا مدمنين الموبايل. يعني كل شيء بحياتك موبايل، حتى رقم تليفون بطلنا نحفظ. صار كله بالموبايل، بتلاقي حالك ضايع. Very low. لأنه عندي أغاني كتير حلوة ودائما بجعبتي أغاني كتير حلوة. صارت مؤخرا أحد الفنانين سجل أغنية أنا كنت شاريها، سجلها، كان سمعها من الملحن، وبعدين بدق لي الملحن بيقول لي فلان فلاني سجلها. قلت له كيف؟ ما عنده حقوق. قال لي حنزلها ونزلها، بده ينزلها من دون حقوق. قلت له مبروك يعني، ودار الزمن، وهذا رجع عازني حرام قصة كبيرة وشلته منها. دايما بنعمل حساباتنا نحن، المكتب عنا منظم جدا، هيدي الحالة تكاد تكون معدومة مش موجودة عنا، ما منوصل آخر الوقت، نعمل حساباتنا إنه دايما لازم نوصل on time، في respect للجمهور ولتاريخك ولنفسك، فهيدي ما بتصير، صعب كتير. حابين تستمتعون بأحلى أصوات، أحلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهب على MBC One. تابعوا حلقات The Voice كل ليلة سبت على MBC One.